ايه رايك في البنات اللي بتاكل الفسيخ بالشوكه والسكينه؟ فسيخ؟ هو اولا الفسيخ ده حاجه معفنه وكل اللي بياكلوه معفنين، خلينا متفقين على كده. هي اصلا معفنه، بتروح تشمر ايديها كده وتاكل بايديها مفيش شوكه وسكينه مفيش الكلام ده. اكيد يعني مش من توبها، لا توبك من الاخر يعني. ده الشلل بزياده. لو كان اهلهم ربهم ما كانش عملوا كده. الفسيخ ده حاجه معفنه قوي، يعني ازاي بنات بتاكل الفسيخ والشوكه والسكينه؟ يعني شيء مستفز جدا طبعا. ما في حد بيعمل كده اصلا؟ ما فيش بنات بتاكل الفسيخ بالشوكه والسكينه، مفيش بنات الكلام ده هبل الكلام ده. هما اصلا يعني طبيعتهم اللي هما بياكلوا بايديهم عادي جدا. البنات عامه في شم النسيم انت عارف طبعا بيقعدوا في جنينه تمام، والملايه بتتفرش وهوب هجوم على السمك كله، بقى انواع السمك كلها اللي انت تعرفها هما بياكلوها كده.